التظلمات طبعا بتكلم على المرور، عشان الناس اللي بيبقى عايزه تعمل تظلم لحاجه شايفه ان هو دي ما حصلش وانا ما عملتش المخالفه دي. سريعا هقول لحضراتكم ايه الخطوات اللي انتم ممكن تاخدوها. ندخل على الموقع الرسمي للنيابه العامه، نضغط على كلمة التظلمات ونختار تظلمات المركبات اللي هي العربيات الملاكي. هتظهر على الشاشة ونكتب الرقم القومي بتاعنا، هتظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة لينا، يعني عملت كم مخالفة، وهي 1، 2، 3 بتبقى كمان موجودة بالتفصيل، يعني قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة. هتحدد المخالفة أنهي واحدة من اللي موجودين قدامك اللي انت عاوز تتظلم عنها أو عليها، وبعدين هتدوس على زرار التظلم، وهيظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية. لو أنت موافق هتقول تمام، وبعدين تظهر على الشاشة البيانات الأساسية، رقم العربية بتاعتك، الحروف بتاعة العربية، وتظهر على الشاشة بيانات الإيصال بقى بتاع التظلم، بيبقى فيه رقم بيظهر لك، أنت ممكن كمان تاخده سكرين شوت كده وتحتفظ بيه وتتابع برضو من على الموقع التظلم بتاعك ورد المرور عليها.